أحسن الله إليكم. للسائل عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يصح إسلام أو إيمان من يصلي ويصوم وهو متشكك في صحة الإسلام لأسباب عديدة، وإنما يؤدي الفرائض ولسان حاله يقول: إذا صدقت رسالة الإسلام فها أنا قد أديت بعض ما علي، وإن لم تصح ولم يكن هناك دين ولا حساب فلن أخسر شيئا؟ هذا إن كان يقول هذا من باب الشك والوسواس، إن كان يقوله من باب الوسواس فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والوسواس إذا حاك في النفس ولم يتكلم به أو يعمل به إنه لا يضره، كما قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن كان هذا من باب الوسواس فعليه أن يرفضه ولا يتكلم به ولا يعمل به، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيذهب عنه إن شاء الله. ما إن كان هذا ليس من باب الوسواس وإنما هو شك في قلبه وفي عقيدته فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله، ويبطل إيمانه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الذي عنده ريب هذا ليس بمؤمن. نعم.